اليوم نعمل معكم خلطة ديال البهارات ديال الشاورما ديال الدجاج، غتنفعكم في هاد الوصفات ديال الصيف مع الدجاج، يكون وصفات خفيفة، وكذلك في السلسلة ديال التحضيرات ديال عيد الأضحى. بقاو معايا تشوفوا الوصفة بالتفصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. اليوم نعمل معكم العطرية أو البهارات ولا التوابل ديال الشاورما ديال الدجاج. راها سهلة التحضير، التوابل كلها متوفاة في البيت. نحتاج لها جوج معلقات كبار ديال سكينجبير، جوج معلقات كبار ديال الكمون، جوج معلقات كبار ديال القزبور يابس مطحون، جوج معلقات كبار ديال الخرقوم البلدي عرق. تنحتاجو معلقة كبيرة ديال البصلة مجفة، معلقة كبيرة ديال الثومة مجفة، تنحتاجو واحد المعلقة كبيرة ديال الابزار، تنحتاج واحد المعلقه ونص كبيره ديال البابريكا ولا فلفل حلوه ولا هذا انا عندي فيمي، تتعطي واحد اللون واحد المذاق رائع لهذا الشاورما. عندي مع نص معلقه صغيره ديال السوداني بالنسبه اللي تيبغيها، معلقه صغيره مع مراش تقريبا نقولوا هي واحد نص معلقه، ماشي حتى معلقه صغيره ديال القرفه، نص معلقه. هنا عندي نص معلقه صغيره شويه شويه ديال ورق سيدنا موسى مطحون، ها نتوما شوفوا الكميه شحال. وهنا القرنفل حتى هو واحد الكميه هذا قليله، بحالو بحال ورق سيدنا موسى. هذه هي الخلطه ديالنا، دابا نخلطهم ونرجع لكم. عملت الكمون، سكينجبير، عندي القزبر يابس ضروريا هادو في هاد الخلطه، عندي شويه ديال القرنفل ماشي بزاف، شويه ديال ورق سيدنا موسى مطحون، الفلفله الحاره ولا السوداني اللي تيفضلها، شويه ديال القرفه، ثومه مطحونه غبره مجفه، البصله كذلك مجفه، ممكن نستعملو هذه ممكن نستعملها تكون هي مطحونه بزاف، الابزار، فلفل اسود، الخرقوم، وعندنا هنا فلفله حمراء، هذا فيمي سموكت بابريكا، على عندكم تكون احسن، على ما كايناش ديروا فلفله حمراء العاديه. صافي، ونخلطوا هاد البهارات. دابا هادو فاش بغيو تصاوبوا الشاورما ديالكم، هاد الخلطة تتبلو بها الدجاج، أضيفو فقط الملحة، وتنضيف الياغورت الطبيعي، تنضيف غير الياغورت الطبيعي والملحة، وتنرقد فيها هادشي. كذلك على بغيتيو تضيفو واحد العصرة ديال الحامض، تضيفو واحد العصرة ديال الحامض دانون طبيعي ولا الياغورت الطبيعي، والملحة على حسب الذوق. صافي، تضيفو هاد التتبيلة هادي، ما تضيفوا حتى شيء اخر، تتكون ساهل ملي تكون واجده هكذا. بعدا تبقى تحل هاد القرائي كلهم، شوف فيها العطريه كثيره، تبقى حل وحده بوحده وحده بوحده، تتكون هذه موجوده بحال هكذا. تصاوبوا غير الكميه اللي تقدكم من بعدها فاش تسالي باش تبقى طريه، وجدوا كميه اخرى. صافي، ها هي تخلطات. صافي، تنضيفها على الدجاج شي يكون مقطع صغير، تنشملو بهاد العطريه، عصره ديال الحامض، شويه ديال الياغورت الطبيعي لان الياغورت الطبيعي تيخلي الدجاج تيجي ارطب، والملحه على حسب الذوق تتخليوها. ها انتم هاي العطريه ديالنا واجده، ماشي ما شاء الله الريحه ديالها غزاله، ما شاء الله ما شاء الله الريحه ديالها غزاله، هاد العطريه ديال الشاورما غزاله ما شاء الله. وهذه كانت هي الوصفة ديال اليوم، الخلطة ديال البهارات ديال الشاورما. نتمنى تنال الإعجاب ديالكم، شكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.